كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس لابد أن تذوق الموت، ولكن هل للموت مذاق؟ بالطبع للموت مذاق، ولكن شتان بين مذاق الموت عند المؤمن ومذاق الموت عند الكافر. ماذا رأى المؤمن من نعيم وأجر؟ وماذا رأى غيره من إهانة وعذاب وذل؟ وإنما توفون أجوركم على أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبالطبع كلنا نعرف أن يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين للحساب والجزاء، فمن أكرمه ربه ونجاه من النار وأدخله الجنة فقد فاز فوزا عظيما. وفي الحقيقة لم يفز المؤمن مرة واحدة بل مرتين، مرة بالنجاة من النار وأخرى بالفوز بالجنة. أما من لم يفز خسر وابتلي بالعذاب الأليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متعة زائلة فلا تغتروا بها. عند الموت نكتشف الحقيقة، الدنيا دنيا، الدنيا دنيئة، الدنيا حقيرة، الدنيا فانية وقليلة وزائلة. قال الحسن البصري رحمه الله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. فكن عاقلا واستعد للموت وأعد له عدته. جزاكم الله خيرا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا